السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب خير. لا اول مره تشوفي فيديو ليا او تشوفي القناه، يا ريت تشتركي في القناه ولايك وشير وتفعيلي الجرس عشان يجيلك كل فيديو جديد بعمله. ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض عن دايت التمر والحليب او اللبن. انا النظام دايت تبعته طبعا قبل كده، قبل الجواز اتبعته 4 ايام ورا بعض، وفعلا جاب معايا نتيجه جدا، فحبيت ان انا اتكلم عليه لان في بنات سالتني عليه عن رجيم التمر واللبن. اللبن طبعا لو في اي بلد تانية او الحليب، هو طبعا ممكن نستخدم زبادي مع التمر. فحبيت ان شاء الله النهارده ان انا اكلمكم عنه، ايه نظامه وايه فايدته وايه هو النظام كله على بعض وايه هو يعني. طبعا اول حاجة عايزة اكلمكم عليه ان هو طبعا رجيم كيميائي، فما ينفعش ان احنا نقعد عليه فترة كبيرة. هو بالكتير قوي هو بيبدأ من يوم لحد 5 ايام، ده اقصى حاجة. في ناس بتقعد اسبوع اسبوع ونص، بس هو الاحسن يعني انت من يوم لحد 5 ايام بس. انا اتبعته 4 ايام، كان تقريبا عندي مناسبة وكان عندي ثبات وزن وكده، فاتبعته فخسيت عليه 4 كيلو. فحبيت افيد البنات بالتجربه اللي انا مريت بيها وكنت بعمل ايه فيه وكده. طبعا هو اول حاجه هو الدايت هو مفيد للجسم، بس مش لوقت طويل، ومش مضر برضو. لو انت قعدتي عليه فتره كبيره هيبقى طبعا مضر للجسم، عشان الجسم كده هيفقد فيتامينات ومضادات اكسده وحاجات كتير طبعا لو استمرنا عليه فتره كبيره، عشان زي ما قلت لكم ان هو رجيم كيميائي. الفترة بقى اللي احنا بنمشي عليها من يوم لاول لحد 5 ايام، الجسم برضو بيستفاد مش ما بيستفادش، لان طبعا كلنا عارفين التمر كله فوائد قد ايه، مليان كالسيوم ومغنيسيوم وحاجات كتير جدا جدا كلنا عارفين طبعا، وده طبعا صنع عن الرسول البرح والتمر. فالموضوع هيبقى برضو مش وحش للجسم. ولو عندك مشكلة ان انت عندك ثبات وزن، انصحك بالدايت ده لاني هيجيب نتيجة معاكي فعالة يعني. فهو ده اللي كنت عايزه اقوله لكم عنه يعني. وكنت عايزه اقول لكم برده ان انتوا تعملوه احلى وقت بعد يوم الفري، يعني انت مثلا عملتي ماشي على نظام او ماشي على 10 نصايح او اي حاجه انت ماشي عليها، اي نظام انت ماشي عليه، وبتعملي طبعا يوم فري في الاسبوع. لو كده اعمليه بعد اليوم الفري بيبقى افضل واحسن، لان اليوم الفري طبعا احنا بنلخبط وبنلاقي زياده تاني يوم والكلام ده كله. فاحنا هنمشي على النظام ده. انا كنت بعمل كده، عملت كده بعد يوم الفري، فجاب معايا نتيجه الحمد لله برده ساعتها، وفرحت جدا ان انا نزلت الوزن ده وكده. بس طبعا لو ما حافظتيش على الوزن اللي انت نزلتيه هترجعي تاني، يعني دي حاجه مفروغ منها يعني. فاهم حاجه بس ان انت لما تخسي ال 4 كيلو او 3 كيلو ان انت تستمر عليه. النظام بقى يا بنات عايزه اقول لكم بقى هنمشي عليه ازاي، اول الوجبات يعني بتاعته هناخدها ازاي. طبعا انا كنت لوقت لما بصحى كنت بفطر 3 تمرات وكوبايه لبن او كوبايه حليب، ممكن تستبدلي الحليب بالزبادي كامل الدسم تمام. وكنت باخد 3 وجبات اساسيين، 3 تمر وكوبايه لبن في كل وجبه، 3 وجبات. وكنت بعمل زي سناكس كده، باخد تمرايه ونص كوبايه لبن تمام كده، لان الناس اللي برضو ايه ممكن تجوع، ممكن حاجه تقولي طب ممكن ناخده حاجه سناكس، السناكس برضو تمرايه او نص كوبايه لبن، ده مسموح. انا عملت كده وخسيت بصراحه. في ناس كتير بتقول لك ان سناكس وما فيهوش سناكس هو 3 وجبات، لا ممكن عادي تاخدي تمرايه ونص كوبايه لبن، وعملت كده وخسيت الحمد لله ساعتها. وممكن تاخدي بدل 3 5 تمرات تمام، بس كل ما بتقللي، لان طبعا البلح مليان سعرات يعني، بس كل لما بتقللي السعرات بتلاقي نتيجه والفقدان الوزن اكتر بكتير. بس كده هو ده النظام، مفيش اي حاجه خالص وسهل جدا. ان انتوا هكتب لكم طبعا برضو الوجبات اللي تاخدوها قد ايه والسناكس تاخدوها قد ايه في صندوق الوصف تحت طبعا. عايز اكل، لو حد جربه وفقد وزن او كده يقول لي في الكومنتات، وان شاء الله ان شاء الله هو فعلا فعال فعال جدا. ناس كتير جربوه وناس كتير جابت معاهم نتيجه كتير جدا، مش انا اول واحده ولا اول تجربه، لا طبعا في ناس كتير جابت معاه نتيجه. وبس كده، وزي ما قلت لكم عايزه اكد عليكم ان هو من يوم ل5 ايام مش اكتر من كده، لان لو اكتر من كده هيبقى خطر على صحتك وعلى جسمك تمام كده. وشرب الميه، تشربي ميه كتير على قد ما تقدري، ممكن تاخدي ينسون، ممكن كركديه، ممكن الحاجات دي كلها، ممكن شاي، بس طبعا فالمستحسن يعني ان بلاش نسكافيه،
لاني انا ما كنتش باخد فيه نسكافيه خالص ولا قهوه ولا كده، كنت بشرب ممكن كوبايه شاي كده ولا حاجه في وسط النهار يعني. نعمل نعناع بالقرنفل طبعا اللي انت عايزاه، بس نسكافيه بقى والكلام ده كله انا منعته طول الاربع ايام دول، لان انت طبعا هتبقي محتاجه ان انت تخسي فعلا الاربعة كيلو، هتعملي على قد ما تقدري، هتتبعي النظام بالظبط. فهو ده اللي انا عملته واللي انا مشيت عليه بالظبط، فما فيش حاجه زياده ولا حاجه ناقصه. وطبعا لو محتاجين اي سؤال انا تحت امركم، وجربوه النظام ده لو انت عندك ثبات، فان شاء الله هيجيب نتيجه. بالنسبة لباقي بنات الرياضة، كنت بعمل ايه في النظام ده؟ كنت بلعب يوم ويوم في الاربع ايام، برضو كنت مستمرية عليه وكان حلو. برضو كنت بمشي، كنت بعمل ايروبكس في البيت، كنت ساعات لو كنت وقتها كنت في جيم كنت بروح جيم. يعني الرياضة خليكي ماشي عليه بس اعمليها يوم ويوم. طبعا لان البلح بيديكي طاقة وباور وكده، فانتي بيبقى عندك الطاقة ان انتي تلعبي او تتحركي او كده. فبس كده هو ده النظام بكل حاجة، انا كاتبة كل حاجة عملتها عشان ما انساش برضو. بس هو كده الحمد لله، يعني كل حاجة انا عملتها قلتها لكم، وما تكتروش عن 5 ايام لو انت هتتبع النظام، ولان تنسيش انه زي ما قلت لكم ان هو جيم كيميائي. وبس كده. والتوقيت بتاع طبعا الاكل، وقت ما تصحي الثلاث وجبات قسمين زي ما انت عايزة، والسناكس برضو زي ما انت عايزة، بس المهم ان انت ما تزيديش عن 5 تمرات في اليوم في الوجبة، تمام كده. والسناكس وتمرية واحدة ونص كوباية لبن. بس كده بنات، ان شاء الله اشوفكم بقى في فيديو جديد ومعلومات جديدة، واي حاجة طبعا عايزين نعملها قولولي في الكومنتات وانا اعملها تحت امركم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.